إذن أيوب، وحنا كنتكلموا طبعا على مجموعة علامات اللي كتبين أن الوليدات ما مرتاحينش داخل البيت، ما حاسينش بالأمان. شنو هي أيضا ربما العلامات اللي غتبين أن الطفل راه مرتاح سعيد، ما عندوش ضغوطات، ما عندوش إكراهات؟ وكيفاش يمكن التعامل مع الطفل اللي هو حزين؟ خصنا نحسوه بالأمان داخل البيت. نعم، هادو من الأمور اللي كنعتبروا أنا ميزان، هو المقياس ديالك باش تعرف راسك في الأمور التربوية واش غادي مزيان ولا ما غاديش. هو الميزان ديال السعادة. ثلاثة ديال الأمور غنركز فيها بشكل كبير باش نعرف واش أنا غادي مزيان، واش ولدي مرتاح وسعيد في حياته. الحاجة رقم واحد هو الوليد ملي كيكون مبادر، المبادرة في الحوار، في الأفكار، مبادر حتى في المشاعر. كتلقى الوليد ديالك كيعنقك، كيبوسك، كيستقبلك بواحد الفرحة. الأب ملي كيجي من العمل ديالو كيلقى وليداتو فرحانين به، كيستقبلوه هما يعني سعداء. يعني كاين واحد الحريه في الافكار، كيبغيو يتكلموا، مبادرين، كيعطيو الجانب الابداعي ديالهم كيتكلموا. فهذه علامه على السعاده. رقم الثاني هو الاداء الرائع. كتلقى الوليد الحمد لله انت كتسنى منه بحكم القدرات اللي فيه وبحكم الامور اللي عارفه في ولدك انه يقدر يدير غير هذه الامور، كتلقاه كيدير اكثر، كتلقاه كيبدع وكيحاول يطور اكثر. هنا من العلامات اللي كتدل على ان الوليد ديالي سعيد في حياته. الرقم الثالث هو ولدك ملي انت كتبغي تنوض من حداه ولا كتبغي تمشي للغرض ديالك، يقول لك بابا خليك معايا اكثر، ماما بغيت نمشي معك. فانا كرتبط بواحد الشخص بشكل كبير بحكم انه قدوه لي وعزيز عليا بزاف، وانا مرتاح معاه وسعيد معاه. فاذا كانوا هاد العلامات بثلاثه متواجدين كتشوفهم في وليداتك، الحمد لله راك غادي مزيان والامور ديالك بخير، وولدك او بنتك راه سعداء معك في الاسره ديالك. يمكن تكون طريقه عكسيه، داك الطفل الملازم للوالدين ربما كيكون كيخاف مثلا. لا لا، ولا كيفاش نميزوا بانه مرتاح ما حش بالخوف مثلا؟ في الملامح ديالو وكيبان لك واحد الخوف. فالوليد ديالك الا كتلقيه كيقول لك ماما بقي حدايا وهو جالس عادي راه ما كاينش مشكل، ولكن كيقول لك بقي حدايا وهو كيعنقك وكيشوف واحد الحاجه والبؤبؤ ديال العين ديالو التاسع، يعني انه خايف من واحد الحاجه، هنا كنعرفها باللي راه كاين خوف. ولا كنلقاه كيرتجف انه ما كيبغيش يبقى بوحدو، هنا كنعرف هذا خوف. نعم هذا خوف. الحزن انه كيقول لك بقي معايا، ما عنديش انا صحابي، ما عنديش. هنا كتعرفي باللي عنده حزن في الحياه ديالو، عنده واحد الفراغ في الحياه ديالو خاصو يعمر. ملي كيقول لك بقاي حدايا وانا بغيتك وبغيت نعاودك وبغيت نتكلم معك، دليل على انه سعيد معك وبغيك تبقاي حداه اكثر. نعم. اذا ايوب، ملي كتبان علامات الحزن عند الوليدات، يعني اكيد كتختلف طريقه التعامل ديال كل اب وام. مالك حزين؟ علاش مقلق؟ انت مازال صغير، علاش هاز هم الدنيا مثلا؟ شنو هي الطريقه الصحيحه للتعامل مع هذه الحالات ديال الحزن عند الوليدات؟ نعم، الوليد ديالي ملي لاحظ فيه الجانب ديال الحزن، سواء انه كان انطوائي ولا كيبكي بزاف ولا انه كيخالف القواعد باش يلفت الانتباه ديالك، ولقيتي فيه هذا الحزن، اشنو كندير؟ اول حاجه كندير جلسه ديال الحوار خفيفه فين انني نتقبل ولدي ونتكلم معاه بكل هدوء، ونستعمل الصوت اللي فيه مشاعر، نعنق ولدي ونحسوا بدك الامان والاطمئنان. فهي الاحتياج رقم واحد بالنسبه للاحتياجات النفسيه ديال ولدي هو الاحساس بالامان والاطمئنان. نحسوا بدك الامان، نحسوا بدك الاطمئنان باش يهدأ واحد شويه، وهنا نتكلم معاه بطريقه غير مباشره، ما نمشيش معاه الموضوع نيشان. واخا نكون انا كأم ولا كأب نعرف النقطه اللي خلاته انه يكون حزين، ما نمشيش ليها يعني مباشرة، نتكلم شوية بشوية ونسوله، نخليه هو يتكلم، هو يعبر، هو يخرج كاع الأمور اللي خلاته أنه يكون حزين. كنمشي معاه وكنخليه هو يوجهني، هو يتكلم لي على الحلول، وأنا نكبر به، ولدي راه أنت أكثر من هذا الشيء وتبارك الله عليك، أنت قادر على هذه الأمور مزيان. هذا المشكل كيخليك مبرزط، أنت دليل على أنك كتحمل المسؤولية ديالك، لأنك الراجل ديال الدار. فأنت شوف راه الأمور، أو البنوتة الأميرة ديال الأسرة. نعم، الأميرة ديال الأسرة تبارك الله عليك، أنت راه دابا الإخوة ديالك ولك تبار، يعني نبغيك بحال ما كدا، رد لهم البال شي حوايج انا ما كردتش لهم البال، انت اللي كترد لهم البال. فهنا كنحاول نكبر به، نعطيه قيمه، نحسوا باللي هذاك الحزن اللي كيخليك تحس بواحد العجز تجاه واحد المشكل، انت ما خصكش تحس بهذاك العجز، انت راه ان شاء الله قادر على هذاك المشكل. هنا كيتحول الاحساس من احساس سلبي لاحساس ايجابي، من بعد كندخل معاه في الحل ديال المشكل، في الحل ديال ديك الازمه اللي خلاته انه يحس بالحزن. شكرا ايوب. العفو، مرحبا.